يواصل الكلام بس يعني مجرد انك تشعره بانك تستأنس وتستلذ بكلامك على حد قوله تعالى ان الذين استقاموا تتنزل عليهم الا تخافوا ولا تحزنوا الملائكه نازله شغال رايح جاي يقول لا تخافوا ولا تحزنوا وربنا سماه ان الذين استقاموا يكذبوا في حاله معصيه وقال لهم ابشروا بالجنه ولو كانوا عصاه بحزنهم هذا قال يبشرهم بالجنه وهذا القول انما يقال لهم عند المحاسبه وليس اذا تامر بطاعه ولا نهي عن معصيه ليس امر ارشادي او نهي بالاستئناس والحب وليس بالمعصيه ولكنهم يعني يتكلفوا في حمل الكلام على غير وجهه لا تحزن لما قالها المسلم سيدة وذكر لا تحزن إن الله معنا فأعمى الله تعالى أبصارهم عنهما كما أعمى بصائرهم وقيل لما دخل الغار بعث الله حمامتين فباضتا على فم الغار هنا المجاز في اللغة يعني مش الإنسان بس اللي له فم الغار له فم الغار لا يأكل ولا يشرب والغار له أدراس والهواس وأسنان ومخارج حوض وفم الغار وأنت تقول بطن الوادي وتقول رأس الجبل إذا كان كذا بتستعمل كلمة رأس فيما لا رأس له مجازا وتقول مثلا رأس الأمر وعموده هو أمر ذا يعني فم الرأس فم الرجل بتاعته الأمر فم اليد فم البطن فم كل ذا مجاز فذلك ما يضاف إلى الله تعالى من يد وعين كل ذا بحق وليس على إثبات الجارحة لله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فم الغار والعنكبوت فنسجت عليه حتى قال بعضهم ما بالكم بالغار إن العنكبوت قد خيمت عليه والحمام قد باض على فمه يعني أنه لا يمكن دخولهما الغار والحالة هذه ولا يمكن مسج ولا بيض بعد دخوله يعني لو كان دخلوا أنت بعد من ساعة من ساعتين يعني هل يحدث العنكبوت بسرعة في دل على أن ما دخلوا في الغار ولو كانوا دخلوا لا يعقل انه هذا المسجد والحمام بعد ما دخلوا كما في يعني هو الكلام ده من شهرين ثلاثة الموضوع خلاص وإلى ذلك أشار صاحب القربة بالقول وما حوى الغار من خير من كرم وكل طرف من الكفار عنه عنه فالصدق كل غاية الصدق يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير الجريح لم تنفذ ولم تحم خلاص الصدق اللي هو مين؟ رسول الله صاحب الصدق أي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لم يرم أي لم يبرح ولم ينفك عنه ومعنى أرم أرم أحد أرم وهذه عبيدة ومعنى يا مولانا لم يرم يعني لم يبرح وهم ولم ينفك عنه والصديق لم يرم يعني لم يبرح وهم يقولون ما بالغار من أرم ما من أحد نعم صح هذه عقيدة وهذه عقيدة اللي احنا نقف على ايه هذه عقيدة صدق ده مصدر والنعت بالمصدر افضل وامكن وابلغ اما الصديق فبعيد وفلان ايه صديق وفلان صدق صدق ابلغ مع ان حروفها قليله نعم برضه انه في شروط صدق وجزل فالصدق في الغار او على حذف مضاف اي فصاحب الصدق لان الله تعالى قال والذي جاء بالصدق وصدق به جزل من الثاني
الصديق وصدق الذي سمي الصديق لأنه صدق. يقول الصدق أي صاحب الصدق أو الذي جاء بالصدق أو حدث ليه لأنه أبلغ. إذا أطلق عليه الصدق فكأنه هو ذاته هو الصدق. كان في أسئلة كده الدرس إيه أنهي. بيقول يا مولانا قوله محمد بدل من سيد أو عطف بيان عليه. وكل ما جاز أن يعرض عطف بيان جاز أن يكون بدل خلاص إيه يعني عطف بيان بدل أعراض ما يعني ممكن تقول عطف بيان يقول بدل يجب هذا إلا في مسألتين ذكرهما ابن مالك. جميلة مولانا. وقال بردك نفس الكلام ده قال إن قلت يرد على كونه بدلا قولهم إن المبدل منه في حكم الطرحي مع أنه هنا ليس كذلك. يعني إيه حكم الطرح؟ يعني هذا حكم خلاص رحمه مبدل منه عدم الوجود يعني قام مقام يبقى مطروح يقول لك مثلا سيدنا محمد فين تلبس البدل والمبدل منه مع بعض كل ما تحته ايه جنس والكل ما تحته جنس لكن الكل تحت ايه اجزاء والكل تحت جزئيات كل مثلا انسان انت سعيد زيد بدر فلان فلان كل ده اسم جزئي واللفظ الكل انسان انا جزء وانت جزء وهذا كلنا جزء جزء يجمعنا لفظ واحد له انسان فانسان بالنسبة لنا جميعا كلي او جنس لفظ كلي لا او جنس بالنسبة للنوع نوع جنس اللي فوقه ده نوع ما هو جنس بالنسبة لما تحته لا ده اسمه نوع او نوع الانواع لان الانسان ليس تحت نوع ولكن تحت افراد تحت انواع افراد انواع اجناس ليس تحت الانسان انواع حتى لو قلنا هندي مصري ماليزي جميع انواع للانسان ولكنها افراد افراد الانواع افراد لنوع انواع يعني مصري اسرائيلي كل ده افراد مش انواع انما ايه الانواع فرس انسان جمل دي انواع والجنس حيوان يعني ايه معنى جنس يعني تحته انواع مختلفين كثرة مختلفة يصدق على كثيرين الجنس مختلفين في الحقيقة يعني فرس غير الجمل غير الانسان وهذا يصدق عليه كل ايه حيوان او معنى جنس ايه جنس اما النوع يصدق على افراد ولا يصدق على انه لو صدق على انواع حيبقى جنس ومتفق متفقين وكلنا احنا متفقين في حقيقة واحدة للانسان للنوع نعم فاذا كل تحت ايه جنسيات زي ما مثلت لك كل تحته اجزاء مثلا انا كلي باعتبار كوني انسان وكل باعتبار الاجزاء التي ايه اضمها الراس جزء واليد جزء والرجل جزء فانا اصلا اجزاء مجموع هذه الاجزاء يقال كل زي السياره اسمها كلها سياره لكن فيها اطار فيها فيها اجزاء يعني الابواب فيها اجزاء هذا ايه كل لكن نشيل الشاشه جزء مفاتيح جزء الإضاءة الأجزاء مجموعها اسمه ايه كل لكن ده اسمه ايه تليفون ده اسمه معاك تليفون يبقى هنا بهذا الاعتبار هو كلي لأنه كل واحد زي هذا اسمه ايه تليفون أو موبايل أو أي هاتف أو أي شيء قامت قاشع يجي يشترك في اسم واحد إن هذا الاشتراك بحسب الاشتراك اسمه كلي وبحسب الأجزاء اللي فيه اسمه ايه كلي مفهوم الكل تحته ايه اجزاء الكل والكل تحت جزئيات هل يمكن ان يكون اللفظ الواحد كلا وكليا لفظ الواحد قالوا نعم باعتبار او باعتبارين مختلفين فمثلا كلمه بيت
لما ساكن فيه اللي هو من سواج ثلاثة تعريف اسمه ايه بيت، اللي ساكن فيه حسن مبارك اسمه ايه بيت، واللي ساكن فيه شيخ الأفضل اسمه ايه بيت بيوت. فمن من هو هذا كله، لأن كل واحد يصدق عليه نفس الاسم. لكن باعتبار لما ساكن فيه مكون من ايه من سقف وحجرات مضيع ايه سوى على جزئيات بكل سوى على ايه على اجزاء اجزاء ما نشوف بالمعنى ففي اجزاء اذا اسمه هنا في الحالة دي كل اما باعتبار ايه انه جزء وكل يعني كل الجزء اللي في العالم اسمه دير هذا جزء لانه يخضع على لفظ واحد اللي هو ايه يشترك في جميع الجزء زي ما قلنا انسان زي مثلا امرأة مثلا امرأة كل المؤمنين امرأة زوجتي انا امرأة اي امرأة في الدنيا حتى لو كانت ملك ملكة سبع اسمها امرأة ولا رجل فمن حيث كونها امرأة لا فرق بين امرأة وامرأة اي امرأة دم ربنا خاطب النساء اذا شفت اي امرأة بحكم كونها امرأة لذا التفاضل مش في انها امرأة ده في امور ثانية لانها سوداء بيضاء عالمة جاهلة غنية في امور ثانية انما الجذب يسمونه الكل المتواطئ ولا فرق بين الجنسيات كل متواطئ يقولوا ده ميت روح كده القرافه اللي فيها الاموات كل اسمه ميت بس ممكن ده ملك ده عربي ده استاذ لكن اسمه ايه ميت نعم نعم ولا تفاضل بقى. هل تستطيع ان تقول هذا اموت من هذا لا ما فيش تفاضل بل ما فيش تفاضل على التساوي ثم المتواطئ والذي فيه تساوي يقول ده ضعيف في اضعف منه ده قوي في اقوى ده عالم في اعلم ده جميل في هنا التساوي يسمى الكل المشكل والمتواطئ المفروش ايه في اتحاد امراه يعني امراه اذا كنت ربنا سبحانه وتعالى قال ايه يوصيكم الله في اولاد الذكر هنا لفظ مش بتعرفه لفظ مصاب ما فيش تفاوت لو قال للرجل يقول لك ده عين ما لسه ما بلغش ما فيش شعر يقول يولع 100 سبب عشان لا يرث يقول لك هذا ليس انا قال لي الذكر بص فيه ذكر للذكر مثل حظ الانثى جاب كلمة ما حدش يتكلم فيها خالص من كان هل يستطيع أن يلغيه ذكر حتى وإن كان ذكر وصمت واحد ذكر أو ذكر ذكر خلاص لو كان ملي وشوف تعبير القرآن تعبير ليه ذكر مش للرجل ولا للولد ولا للذكر حتى لو قال للغلام مثلا يقول لك ده لسه طفل لو قال للرضيع يقول لك ده لسه حمل وهذا مثله حظ الخير بل جعل يعني كان ممكن تؤدى العباره القرانيه باسلوب ثاني لماذا لم يقل الله تعالى للانثى نصف حظ البشر هناك معنى او يقول مثلا للانثيين حظ ذكر كده يعني كان ممكن يقول كده للانثى نصف حظ الذكر او للانثيين حظ ذكر واحد يعني لكن ترك العبارات دي وجاب كده للذكر مثل حظ الانثيين يعني الناس اللي هاجموا الشريعة ويقولوا ده ده مساواة بين الذكر والانثى يقولوا ده جعل حق سبحانه وتعالى الانثى هي الاصل وقاس عليها الذكر قال يعني الانثى لها حظ والذكر له حظ زي حظ الانثيين يبقى قاس مين على مين قاس الانثى على الذكر ولا الذكر على الانثى فنظيم الانثى هو الاصل ويقيس عليه اما الذكر ياخذ زيه او زيه مرتين او نصفه او ما ياخذش فالانثى لها في الشريعه احوال يعني احيانا هنا الغالب انما في مسائل حصرها العلماء اكثر من 30 مساله ترث الانثى مثل الذكر واحيانا ترث الانثى ولا يرث الذكر المساوي له بالدرجه واحيانا تاخذ الانثى ضعف الذكر واحيانا تساويه وهكذا يعني مش فهم اللغه ده ايه جميل جدا الله تعالى